السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. يعني صحة عيدكم والعقوبة لكل عام، وصحة عيد كل يعني المسلمين. وفانيك ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو. اليوم الحصة تاعنا وهو فلاديمير، وين يلجأ للدور الإيطالي لحل مشكلات الدفاع المنتخب الوطني الجزائري، يعني وين ورشة عمل كبيرة، يعني وين فلاديمير. الناس اللي راهي يزغطوا على فلاديمير باش يكون في علمكم، هذا فلاديمير وين تابعات فشل مدرب 5 سنوات لم يعمل. 5 سنوات وين ترك منتخب، كان اللي قال لك ترك منتخب مشروع كامل، ما كان لا مشروع لا، دخلها في حيط وراح. هذه هي. وزيد هو في سبتمبر غادي يكذب المنتخب، يكذب نادي التحيل. هو كيما هكا راه خدام مناجير مدرب السابق، راه مناجير تاع نادي التحيل، باش يكون على بالكم نعطيكم مثالي، راه مناجير تاع نادي التحيل وغادي يكذبها مدرب. هو مقبل كان مناجر، أيوا راه مناجر دروك، وغادي يكون هو المدرب خلف هذاك كريستوف هذاك. هذه هي في سبتمبر، في سبتمبر غادي تشوفوه، هضره قليله. يعني وين نعاودو نقولو، خاطر هذا المدرب راه متحمل مسؤولية مدرب قبله فاشل. أنا نقولها لكم، مدرب فشل سبحان الله، كان اللي يقولك كيف فشل، فشل مدرب فشل خويا، مدرب فشل، كي نقولك بلي مدرب فشل، مدرب فشل. ان شاء الله نقصروا عليكم حقيقه. هذه مدرب فشل، كي تقول لي على فشل نقول لك موريتانيا، كان اللي يجي يدير لك كيما هكا، ربح كولومبيا وجيب لنا كوب دافريك وربحوا كولومبيا. يا ودي هاو نسيتوها، ما تنساوش ديروا التصويره تاع قطر تاع الاخرى كي سموها، ديروا لنا التصويره تاع موريتانيا، ديروا لنا التصويره تاع موريتانيا قبل ما تهضروا، ديروا موريتانيا، حشموا حشموا نتوما ناس، حشموا. نقول لكم على تحشموا مدرب اللي خسر مع موريتانيا، هذه هي الحقيقة المرة اللي ما تبغوش تهضروها سبحان الله. المهم نعاود نولو وين فلاديمير بيكتوفيتش، وين بدأ السويسري فلاديمير يعني مدرب المنتخب الجزائري مبكرا في التخطيط لمباراتين اللتين سيخوضهما محاربو الصحراء في شهر جوان المقبل ضد منتخب غينيا وأوغندا ضمن تصفيات كأس العالم 2026. ويستهدف المدرب السويسري إيجاد حلول سريعة لبعض المشاكل يعني والتي تزعجه، وأبرزها على مستوى خط الدفاع والذي تلقى انتقادات كبيرة بعد أول مباراتين للمنتخب الخضر مع فلاديمير. وهذه الناس اللي ولاو يخرجوا ويقولوا لك ها دو ماتش لقيتو 5 أهداف، دو ماتش الحمد لله يا ربي، دو ماتش في ماتش في دو ماتش أميكو أفضل وين الكف كونت غينيا استوائية، وكف يعني وثلاث كفوفة ضد كوت ديفوار في مباريات رسمية. الحمد لله يا ربي، الناس تعرف وراه المرض، يعني تشخيص المرض قبل مباريات رسمية. حنا كنا ربحنا راس الأخضر بخمسة يعني، وتفرعين 5 وتفرعين يعني نورمال. قال لك لا، قال لك وي راهم جماعة اللي يقول لك مدرب ما عنده ستارتينغ دي جو. يا ودي ما جاش لعبت لك الراس الأخضر غي جا وبردو، راح هو راس الأخضر كو قذباتك في الكوب دافريك تخرجك بستة. اللعابة اللي يقول مزيان طحنا في جروب كي والو، حنايا حنا طحنا في جروب كي شاتو مي كلاسمو، رانا بعد في كلاسمو، شاتو الدور الأول اللي غادي نلعبوه في المغرب شاتو كي صعيب. خاطر علاه نجيو في المستوى الثاني ماشي المستوى الاول، الله يجعلنا نعاودو نولو في كلاسمو، خاطر غادي لا ما وليناش كلاسمو غادي مام. شوف روح نقول لك غادي مام المجموع الجروب اللي غادي نطيحو فيه كاليفيكاسيون ما يكون ساهل، الجروب اللي غادي نطيحو فيه كاليفيكاسيون ما يكون ساهل. وزيد غادي نزيدو نطيحو يعني الا قعدنا في كلاسمو كيما غادي نروحو نلعبو، كي نروحو نلعبو دور المجموعات في الكاس افريقيا ما غاديش تكون سهله علينا، غادي نطيحو في المستوى الثاني، ماشي كيما كنا نلعبو مع سيراليون غينيا استوائيه، لا غادي نطيح في المستوى الثاني. ابو جغللو الا ما تفهمشي بلي هذا المدرب عاود ردك كيما كنت كان اللي قال لك او انتم طردتوا هذا المدرب، توحشتوا ايام الهزائم وتبهديله. يا ودي مع موريتانيا، مي تقولوا مع موريتانيا يقول لك لا موريتانيا داروا لنا مؤامره، ماشي عيب عليكم تقولوا مع موريتانيا مؤامره، نورمالمون تحشموا
انا نقول لكم وين فلاديمير وين يدرس امكانيه اعاده احمد طوبه مجددا وكشفت مصادر خاصه. يعني المدرب فلاديمير يركز على متابعه بعض الاسماء من اجل استنجاد بها لدعم خط الدفاع في معسكر القادم. ويتقدم احمد طوبه مدافع نادي ليتشي الايطالي والذي رغم الوضعيه الصعبه التي يعيشها بسبب قله مشاركته الا انه دخل في مفكره المدرب الخض نظرا لامكانيات الكبيره التي اظهرها في وقت سابق عندما كان في احسن احواله. ويرى المدرب السابق لنادي لازيو الإيطالي أن طوبا يمكنه منح الكثير من الحلول تكتيكية للدفاع للمحاربين الصحراء، إذ يستطيع الاعتماد عليه كقلب دفاع بجانب المخضرم عيسى ماندي، بالإضافة إلى قدرته على اللعب في خط الدفاع مكون من 3 لاعبين في حال قرر المدرب أحداث تغيير في نظام اللعب مثل ما هو متوقع من أطراف كثيرين. ويأتي هذا الاهتمام بطوبة والذي لعب 7 مباريات فقط منذ انتقاله إلى نادي الإيطالي ولم يخوض أي دقيقة بعد مع فريقه منذ 25 فبراير الماضي، نظرا لقلة خيارات المتاحة والغياب المدافعين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط من أجل يعني تقمص ألوان المنتخب حالياً. غياب السبعيني سبب آخر للتفكير في مدافع ليتشي حاليا، وسيكون يعني المنتخب الجزائري محروم من معسكر المقبل من أحد أبرز المدافعين خلال السنوات القليلة الماضية. ويتعلق الأمر برامي السبعيني مدافع نادي بوروسيا دورتموند الألماني والذي يعاني من إصابة ستبعده عن الميادين حتى نهاية الموسم حالي، مثل ما أعلن عنه فريقه في وقت سابق بعدما خرج مصاب في الدقيقة 19 من المباراة الودية بين الخض وبوليفيا. ما هي سهلة خاطر على مدرب يعني السابق ترك منتخب متهلهل، قال لك خلاه نجوم، يا ودي يقول لي وكي كان يلعب هو النجوم اللي خلاهم وخسر مع موريتانيا تما كي تما هو مش كيف. ويعد ذلك سبب اضافي جعل الجهاز الفني للخض يفكر جديا في طوبة كخيار لدعم الخط الخلفي وهو الذي يلعب بالقدم اليسرى مثل رامي بن سبعيني، ويتشابه اللاعبين في كثير من النقاط، ما قد يجعل المدافع ليتشي حل ناجع على مدى القريب من اجل وضع حد لكثير من الهفوات الدفاعيه التي يعاني منها الخض. ويذكر ان احمد طوبه والذي خاض 11 مباراه بقميص محاربي الصحراء حتى الان لم يكن حاضر ضمن قائمه فلاديمير في المعسكر الماضي والذي واجه فيه الخض منتخب بوليفيا وجنوب افريقيا ضمن الدوره الدوليه الوديه التي نظمت بالجزائر تحت رعايه الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا. المهم احنا كما يقول لك منتخب يعني وين نتمناه ان شاء الله بربي يكون منتخب وطني يعني يلتحقوا به المع لاعبين، خاطر على وقت قصير الناس يشوف لو كان كاين مباراه وديه في هذا الشهر ولا بالك يجيب يشوف يا ما ينجمش وقت قصير. الناس راهم يحوسوا يعني كيفاش افكار تاعكم اي راه نقول لكم هذه الحيه اللي راكم تهضروا فيها دروك درتوها في 2017 عريتوا المنتخب الوطني الجزائري بصح دروك تعاودوا تولي الخطه هذيك تاعكم غير بدلوها تاع جي بلان لا وعاد قال لي انتوما انتيا كيما كنت في 2019 كانت مازال 2020 كان مازال 4 سنين على الكوب دافريك واش لعبنا من المباراه كان قادر يسيي كان قادر يجيب عوار ويسيي يجيب فلان ويسيي يجيب 4 سنين ماشي كيما مباراه لعبناها في ماتش غادي نلعبوا في جوا 2 مباريات رسميين ومهمين ماشي قصره مهمين لازم تربحهم في 2 باش تقلع ضرسان مسوسه من راسك هذه هي باش تربح يعني لازم تلعبهم ولازم تربحهم اي طريقه بالاداء بدون اداء هذه هي. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وان شاء الله دائما معكم بجديد. لمشي ابوني معنا وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله صحيح.